ياسر الفرق لما بتلعب مع رامي وبتلعب مع منعم قبل ما منعم يمشي، لانه رامي الستايل عفوا رامي الستايل ومنعم الستايل، هل بتفرق معاك انت؟ ودلوقتي بقى خالد عبد الفتاح بيدخل وكده يعني. بص يا كابتن اقول لك على حاجه، انت يعني مثلا رامي مميز بحاجات، منعم مميز بحاجات، انا مميز بحاجات، فكل واحد مختلف عن التاني بس في حاجات. خلي بالك يا ياسر احنا مستوانا كلنا متقارب، احنا الثلاثه بالظبط. يعني انا بص متقارب. الفروقات يا كابتن مش بعيده قوي صح. ما بين اللي بيلعب واللي ما بيلعبش، او الاول او التاني. فاي حد هتلاقيه كابتن بيلعب الفتره اللي فاتت دي، يعني احنا الماتش اللي فات يا كابتن مين اللي لعب؟ ده خالد خالد كوكا. نعم، فما فيش اي حد بيلعب بيه. ما فيش يا كابتن الفروقات اللي هي البعيده، لا احنا كلنا اهم حاجه المركز ده بالذات يا كابتن. صحيح. بيبقى محتاج شخصيه وقياده ومسؤوليه في الملعب، طول ما انت عندك الشخصيه والحاجات دي ده الموضوع مش صعب. كوكا يعني. سؤال لكم انتوا الاثنين، كوكا في مركز انا اتخضيت يعني بصراحه. اتخضيت يعني كوكا لعيب كوره قوي بس مواصفاته الجسمانيه ما تقولش سردباك، والماتش 1-0 بس انا قلت هيعمل الريسك تاني ودخل عمر كمال ويحط اكرم ناحيه اليمين ويبقى مثلا يظبط كوكا في وسط الملعب، لكنه كوكا في وسط الملعب كوكا سردباك شفتهاش. هو من وجهه نظر الراجل ان هو عايز يلاعب مساك بيلعب برجله الشمال. لو انا مثلا مش موجود او اي حد مش موجود هيلاعب مساك برجله الشمال انه يطلع الكره سهل برجله. ما يبقاش فيه ارتباك ان هو يعدل الكره على يمينه لسه مزبوط. وانه فهو كانت وجهه نظره في كوكا ان هو عايز حد يلعب بشماله بسرعه لما تيجي الكره. لا وغير كده كابتن شوبير كوكا عنده المواصفات اللي هو الشخصيه، كوكا انه يلعب باك ليفت، هو كان بيلعب باك ليفت اوقات برده يعني عنده كوكا. كوكا مع انه سنه صغير لسه ما شاء الله شخصيه، بس لا عنده شخصيه في الملعب. جريء، ما بيخافش، بيعرف يمسك الكوره، بيباصي، لا عنده شخصيه قويه في الملعب لان هو مسؤول. فكوكا ما شاء الله عليه، يعني ملهاش علاقه بالسن. لا هو الموسم ده بالنسبه لكم يا ياسر شايفينه ازاي؟ يعني رامي قال كلمه مهمه جدا وقفش، قال لك هم استفزونا لما خسرنا بطوله السوبر الافريقي، فاستفزاز لعيبه النادي الاهلي بيبقى لصالح جمهور النادي الاهلي وصالح النادي الاهلي. كسبت بطولتين بس اللي جاي اصعب طبعا. اكيد. بص يا كابتن، هي كانت كبوه على اللعيبه كلها، ودي حاجه كويسه ان هي جت في اول السنه. اللي هي فوق اللعيبه كلها وفوق النادي الاهلي طبعا يا كابتن، حضرتك كده يعني تعرفها تبقى مختلفه، ترجع مختلفه تماما. فلا هو دي حاجه، فهي بحاجتين، ان انت تفوق وتفوقك، وفي نفس الوقت انت قدرت بعدها خدت بطولتين في اسبوع يا كابتن.